بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحيث أنه لم تثبت رؤية الهلال هذا المساء وعليه، فسيكون الغد السبت تكملة لشعبان 30 يوماً، وسوف يكون بعد الغد 29 يونيو 2014 الميلادي أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1435. وبمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، تهنئ دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية المسلمين خاصة والمواطنين عامة، داعية الله تعالى أن يجعله لنا شهر خير وبركة، وأن يعيننا على صيامه وحسن قيامه، وأن يديم على البلاد الرخاء والسلام. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. السيدات والسادة الكرام، هذا الشهر ليس هو للصيام فقط، بل هو شهر الصيام وشهر القرآن والقيام وشهر التدريب على حسن الأخلاق. فلنحرص على كثرة الدعاء، فللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وتفطير الصائمين لقوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والتوسعة على العيال وعلى الأسر، والإحسان إلى الأرحام، والإكثار من الصدقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر أن غر شهر رمضان هو بعد غد الأحد 29 يونيو. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنفت نابولينيا، كل أعجار نابولينيا، كل نبتما أكل كل بولينيا أتخالق دجان هزبا وغنبار، بولينيا أتما أكل حقرا وطمرا، بولينيا بايتارت